السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. اعتمدت الجمعية العامة العادية لمصرف السلام البحرين توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح تفوق 10 ملايين دينار على المساهمين لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمعدل 5 فلوس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع. كما أوصت عمومية مصرف السلام برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بتحويل مبلغ يتجاوز 1 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، إضافة إلى الموافقة على خفض عدد أعضاء المجلس الإدارة للدورة التكميلية إلى 10 أعضاء. وقد أكدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن مصرف السلام البحرين في وضع يؤهله لتحقيق رؤيته في أن يصبح قوة إقليمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. طبعا احنا فخورين بوجود أرباح هذه السنة المالية رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر فيها المنطقة والعالم. هو طبعا في انخفاض عن العام بنسبة 4%، لكن يعني الحمد لله احنا متوقعين في 2016 ان نتم على استراتيجية المصرف اللي هي مجلس الإدارة اعتمدتها، واحنا شاكرين لكل المساهمين الذي يدعمونا طبعا الى مساندة طبعا وزارة التجارة والصناعة والسياحة، بنك البحرين المركزي وبورصة البحرين لوجودهم ومساندتهم دائما معنا في هذه الاجتماع.